مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. أعلن وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ أنه اعتبارا من اليوم الاثنين يسقط الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، وأصدر ما يسمى بقيود المرور حيث يسمح لهم بمغادرة المنزل والذهاب للتسوق والعمل، لكن يجب عليهم ارتداء كمامة FFP2 في جميع الأوقات حتى في الهواء الطلق، لكنهم ممنوعون من حضور الأحداث الكبرى ودخول المطاعم والحانات الليلية ونوادي اللياقة البدنية ودور المسنين والمرافق الصحية ومنازل المشردين والسجون أو دور اللاجئين. أعلن وزير المالية ماغنوس بخونا ووزيرة البيئة والزراعة لينو جيفيسلا عن حزمة مساعدات جديدة قيمتها ملياري يورو تسري معظمها مبدئيا حتى نهاية يونيو 2023 لتخفيف الأعباء عن كاهل العائلات والشركات مثل العمالة المتنقلة والمزارعون وشركات الحرف اليدوية من خلال إعفاءات وتخفيضات ضريبية أو استرداد مبالغ. وأضاف الوزيران أنه من المنتظر تخفيض قيمة تذاكر المواصلات العامة وتخفيض ضريبة الطاقة على الغاز الطبيعي والكهرباء، كما تخطط لدعم توسيع نطاق مشاريع طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالية قيمة الحزمة الأولى والثانية ما يقرب من 4 مليارات يورو، وبهذا يصبح مقدار العفاءات المقدمة للمواطنين في النمسا أكبر ب10 مرات من المقدمة في ألمانيا. أعلن ألفريد شتان الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز النمساوية OMV أن الدول الأوروبية غير قادرة حاليا على استبدال روسيا بمورد آخر للغاز بسرعة، مؤكدا أننا في موقف صعب حيث أن 80% من إمدادات الغاز إلى النمسا تأتي من روسيا، وقد تمت الاستفادة منه لما يقارب من 50 عام لأنه أرخص غاز، لكن على المدى الطويل من الممكن استبدال روسيا بموردين آخرين، مشيرا إلى أنه قد تم التقليل من شأن المخاطر التي ظهرت من روسيا. ووفقا لشتان فإن عقد الغاز الذي أبرمته شركة النفط والغاز النمساوية مع روسيا ساري المفعول حتى عام 2040، لكن الشركة قد تدرس الإمكانية القانونية للانسحاب من هذه الاتفاقية قبل انتهائه، كما أضاف أنه يتم العمل الآن على ضمان الإمدادات ودراسة العواقب التي قد تكون في المستقبل. وفقا لتقرير العنصرية الصادر عن منظمة زارا، فقد تم الإبلاغ عن 1977 حادثة في عام 2021 بزيادة واضحة عن عام 2020، من بينها 1117 حادثة على الإنترنت، تليها الأماكن العامة مع 273 حالة، حيث تأثرت النساء مرتين أكثر من الرجال، و185 حالة في القطاع الاقتصادي أو الخدمي، و112 في هيئات ومؤسسات الدولة، وفي مجال العمل 104 حالة، والشرطة 102، وفي السياسة والإعلام 84 حالة. وتؤكد مستشارة المنظمة أنه من المهم أن يكون للمتضررين مكان يتم فيه الاستماع إليهم وتصديقهم حيث يتم أخذها على محمل الجد. ووفقا لرئيسة مراكز الاستشارة فيورنتينا عزيز هكا، فإن المؤسسة تكشف ما هو مسموح وغير مسموح، كما طالبت المنظمة بالتنفيذ السريع لخطط العمل الوطنية لمكافحة العنصرية. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة. إلى اللقاء.